كان بعض السلف إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر مو حي على الصلاة يكون رافع محراثه، تعرفون المحراث اللي يضرب فيه يشيل يغير التربة، يرفع محراثه، إذا سمع المؤذن الله أكبر ما يرجعه، يرميه وراء. وكان بعضهم يعمل في بيع الخز يعني القماش، فيأخذ المتر يمتر يبي يقص، فيقص مشى المقص سمع الله أكبر ترك المقص والخام في مكانه. بالله عليكم أين نحن من هؤلاء؟ ها؟ لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وين حنا وينهم؟